انا دكتور علاء قنديل استاذ علاج الاورام بكليه الطب جامعه اسكندريه. يشرفني ان انا اقدم لحضراتكم النهارده المؤتمر الواحد وعشرين لقسم علاج الاورام بكليه الطب. هو مؤتمر سنوي. السنه دي المؤتمر بيغطي اورام القولون والشرج واورام الثدي، وبيناقش احدث ما وصل اليه العلم من تشخيص وعلاج هذه الاورام. عندنا المره دي اكثر من 15 ديليجيت من دول العالم، ما بين امريكا واوروبا واخواننا في الدول العربيه، بالاضافه للمتحدثين من جميع الجامعات المصريه. ما هو جديد يتعلق بكل ما هو جديد بالنسبه للعلاجات الجراحيه، بالنسبه للكشف المبكر عن الاورام، وكذلك العلاجات الكيميائيه او العلاج الكيماوي زي ما الناس تقول عليه، والاشعاعي والعلاج الموجه والمناعي. في ابحاث مهمه جدا هتقدم في المؤتمر، بالذات بتخص العلاج المناعي في مجال علاج اورام القولون والشرج، اللي ادت الى حدوث طفره كبيره جدا في نسب الشفاء في هذه الاورام. كذلك بالنسبه لاورام الثدي، ما هو جديد بالنسبه لعلاج اورام الثدي بالعلاج الاشعاعي. عندنا ثلاثه اساتذه كبار جدا من امريكا بيقدموا احدث ما وصل اليه التقنيه العلميه في علاج الاورام بالاشعاع، بالاضافه للعلاج الهرموني والعلاج الكيماوي والعلاج المناعي. واشكر حضراتكم جداً.